السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من قناة أسواق الشرق الأوسط. أحبائي الكرام، هنتكلم النهاردة على العربية اللي أنتم شايفينها ديت. دي دبابة 2009، دي نمر القاهرة. هذه النمر بتاعتها اهيت، هقربها لكم اهيت. دي نمر القاهرة موديل 2009 باور، بس العربية شركة بره وجوه اهيت. هنصور لكم العربية من الجناب بتاعتها اهي. وهنصور لكم الكابينه بتاعتها برضو، ادي اللي جايه بتاعت العربيه اهيت. هنبص على الصالون بتاعها، ادي الصالون بتاعها اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. هقربه لكم، ادي الصالون بتاعها اهوت. وادي الصندوق بتاعها اهوت. هنبص على الحوض بتاع العربية والمكنة بتاعتها وبطاريتها. ادي المكنة بتاع العربية وادي البطارية بتاعتها برضو، حالتها جيدة. عامة العربية كلها حالة شاذة وسعر فعلا خيالي. سعر العربية ديت 150,000 جنيه، دي نمر القاهرة زي ما اتفقنا. والحاج ياسر الشخيري برضه بيطلع اس في المعرض بتاعه. بكده احبائي يكون انتهينا من تصوير العربيه بتاعتنا والفيديو بتاعنا. اتمنى يكون فيديونا عجبكم. استنونا فيديو اخر ان شاء الله، وتدوسوا تشتركوا معانا على القناه وتدوسوا على علامه الجرس عشان اي فيديو جديد تشوفوه معانا بمشيئه الله تعالى. باذن الله هنصور لكم مجموعه كبيره من العربيات، هتشوف اسعار وعربيات وانت قاعد موجود في بيتك بدون ما تتعب او تروح لاي مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.